هلأ هيك بالمساء حبيت أخذ لكم فيديو شوي هيك من الأجواء. عم بعمل شاي تركي طبعاً على طريقتي، مو أضل ساعتين مثل زوجي ضل 10 ساعات عم بيعمل الشاي. فأنا هلأ مالي حاطه 5 دقايق هلأ بيخلص. هيك حضرت الصينية العدة تبعت الشاي هلأ، لأنه على أساس عم نعمل ريجيم فحطيت قطعة بسكوت واحدة، فهي يعني طبعاً مع الريجيم، بدون ريجيم بنحط الباكيت كله. هون السكر لازم يكون مكعبات بس ما عندي، فحطيت البودرة، مو البودرة هذا الناعم يعني. ايه فهيك وهيك حبيت يعني خطرتوا على بالي هيك المساء وانا عم باخد عم بعمل الشاي، قلت ليش ما اعملكم فيديو اشارككم فيه. اول شيء اشتقت لكم كتير، اليوم الفيديو نزلت لكم اياه كان شوي يعني مو شوي يعني كان له يومين ثلاثة، كنت تعبانة كتير كتير طالعة من المدرسة وعديت أنا ورفيقتي على المول، قلت لها رح آخذ لهم فيديو للناس عم بيستنوني. فأنا كتير بعتذر إنه كان الفيديو يعني إنه كتير كتير سريع وموعيته عليه وهيك، فعن جد كتير بعتذر يعني. رح أرجع أروح على هدول المحلات أصور لكم هيك قرنة قرنة شقوفة شقوفة حتى تستوعبوا عليه. ايوه هلا شو عم نعمل؟ عم حطيت لك اغاني طربيه، وهلا في ناس عم بيقولوا لي اسمعي اغاني وكذا وهيك. يا جماعه شوفوا هلا هي عن مية، نحن بالاخير بنتحاسب عن مية، وصح انه الاغاني ما لازم نسمعها وكذا، بس انا بحط قران اكثر ما بحط قران ببيتي اكثر ما احط اغاني. فاحيانا حلو واحد هيك يرجعنا لايام حلب وكذا وهيك، الاغاني الطربيه بتخلينا هيك نضل نحس انه بتراثنا وبجونا وباجواءنا اللي كنا نعيشها. وانا بصراحه ماني من النوع المعقد كثير يعني انه ما بمسك حنبلية وكذا، والله يغفر لنا يعني اكيد حكيكم صحيح يعني. فالشيء الحلو اللي لاحظته انه كنا عم نحكي انا وزوجي، فقلت لكم انا مره حكيت لهم انه زوجي يوتيوبر، هو مو يوتيوبر وعنده قناه بس هو ما بيطلع بيحكي او بيفرجي حاله، بس عنده قناه ناجحه الحمد لله، عنده فوق نسبة منيحة، ما بدي اقول قديش متابعين ما بحب اقول، بس عنده ما شاء الله نسبة منيحة. وهو شجعني يعني قال لي انه انت شخصية محبوبة وكذا وهيك، انه عملي وراح عم جد تستمتع انه هي غيرت له حياته القناة وعم بتسلى فيها ومبسوط يعني انه كمان هي ايجابية قناته، فانه انه كمان يعني هو اقنعني بصراحة وشجعني يعني هي كانت فكرته يعني. فهي الزوج وقت بيكون بيسعى ورا نجاح زوجته وبيشجعها انا كثير بحترم هالشغلة. فالموضوع هلا اللي هيك حابه احكي فيه انه ناس قالوا لي شو فكره اعطينا رايك بالزواج من اجنبي، حابه احكي فيه هيك بوقت قصير، ما رح اطول عليكم الفيديو. هلا في ناس بيقولوا لي سبتي الكاميرا وانت عم بتصوري، فيا جماعه انا وقت بحكي بحس حالي انتم قدامي وانا بشوبر بايدي وبتحرك كثير، فيمكن مشان هيك انه ما عم بثبت. بس اليوم وصيت على النت قلت لكم على حامل كاميرا من امس من كم فتره، واليوم رجعت طلبته مره ثانيه لاني اخروه علي، فهو ثابت يعني هيك حامل للكاميرا ورح تكون ثابته ان شاء الله. اوكي رايي بالزواج من اجنبي هي فكره حلوه ايجابيه كانت ناجحه معي، بس ما بقول لكم انه انا شفت كثير ناس بنات سورية تزوجوا اتراك بس كانت فاشله للاسف. بغض النظر مين السبب، اكيد 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 مثل ما في يعني ناس كويسين كاتراك في ناس سيئين، مثل ما في ناس كويسين كسوريين في ناس سيئين. ما خرج تقولي انه الاجنبي احسن من العربي، هالكلمه كثير عم تزعجني. ابن بلدنا وابن سوريا ولا ابن العرب ولا العربي يعني تاج على راسنا، لاني عن جد انا بعتبر انه العربي شهم يعني بحسه هيك فارس يعني. فبعد العرب انا بقول دائما انه العرب هن ناس رائعين وما بعطي ابدا عليهم او بقول انه والله الاجنبي احسن ولا كذا، ما عندي هالمبدا ابدا ابدا. بس فيني اقول انه انت بغض، انا ما عندي على فكره يمكن هذا كان سبب انه قبولي انه انا اتزوج اجنبي، لانه ما بطلع شو جنسيته ولا شو يعني شلون بدي اقول لكم، يعني انه الجنسيه انا ما بتهمني. حتى صح انه زوجي عم بيحكي غير لغه ولا من غير بلد غير عادات غير تقاليد، بس انا كثير بحسه انه قريب، وهي الشخصيه اللي كنت انا بحلم فيها انه ارتبط بهذا الشخص اللي مثل ما كان يعني بحلمي، يعني كل بنت لها حلم بشاب معين، فانا كان هذا حلمي. ايجابيات سلبياته خليني اقول لكم اياهم هيك على السريع، بعدين رح احكي لكم فيديو مفصل حتى البنت اللي حابه تدخل بهالموضوع تكون عندها فكره اكثر.
اجاني استفسارين شوي استغربت منه. اول واحد انه انا ندمت اخذت عربي، يا ريتني اخذت تركي، مع اني خدموني تراك. طب ليش؟ انت ايش ضمنك؟ وخاصة عم تقولي انه زوجي مثلا انسان كويس. انا اكيد بحترم رايك، وهو سؤال ممكن انت يعني تساليه تستغربي يعني، او انه تستغربي من جوابي، بس رح اقول لك انه انت زوجك كويس، فهي لحالها بتكفي، هي لحالها عطته شهاده رائعه. يعني ما في داعي انت تقعدي تقولي والله الاجنبي ولا تركي بامن مستقبلي، هذا حكي فاضي يا جماعه. هلا انت في شغله مهمه كثير حب انوه عنها، بليز ما تزعلوا مني. اللي عم بيسالني بيتك اجار الملك ما رح اجاوب، اللي عم بيسالني شد حق بيتك ما رح اجاوب. انا ما هدف قناتي انه انا اعرض بيتي وقالكم هذا ملك ولا اجاوب ولا اتفاخر، انا ما هذا هدف قناتي حتى اجاوب، فلا تزعلي مني. هالاسئله محرجه ما بحبها. وحده كثير كثير لذيذه، انا طبعا دخلتكم بغير موضوع، انا هيك من هالنوع يعني، بكون عم بحكي بشو بدخل بغير موضوع فتتعودوا علي يعني. فانه فرجينا وشك، فرجينا وشك، اوكي يعني قلت لكم انا انه هي بالاخير حريه شخصيه، وانتم حبيتوني من صوتي وشكلي يا جماعه والله حلوه، كثير كثير حلوه انا، وراح اطالع حالي شي يوم وكذا وهيك يعني. بس انه مو هذا الهدف، مو هدف قناتي اعرض حالي، ولا هدف قناتي انه انا اتفاخر بالشي اللي عندي او يتعوش. وانا هدفي الافاده، انا عم بنبسط، انا هذا كل شخص عنده باشن بالاغراض والادوات وكذا وهيك. انا عملت بيتي من ولا شيء، انا وقت اخذت بيتي كان ولا شيء، انا ضليت سنه. هلا دائما زوجك غني هو عم يجيب لك، لا حبيبتي زوجي ما جاب لي شيء، بحب اقول لك يعني انا من شغلي وتعبي انا اللي جبت، فما تزعلي يعني، ما تقولي، ما تروحي تقولي لزوجك في وحده على اليوتيوب عندها قناه وجوزها تشوف ايش عم بجيب لها وعم بتحطه وبتعمل ويجي زوجك يزعل. لا انا بقول لك انت هون انا ما جاب لي شيء زوجي، انا اللي جبت لحالي بصراحه، انا بحب وانا اللي بشتغل هون. اصلا التراك ما كثير بحبوا اغلب نسوان التراك، هن اللي بيجيبوا على فكره، وفرش البيت عليهم هن. اذا هي شغله انتم ما بتعرفوها، نحن ما مشينا على هالعادات وهالتقاليد، بس انا بحب انا بجيب. هلا زوجي ما فرقه معه يجيب هالقنينه ولا هالفناجين ولا ما فرقه معه ابدا ابدا هالشغلات، بس انا بتفرق معي، انا انسانه بشتغل، انا انسانه بتعب، فانا بحق لي انه بالاخير الشغله اللي رح تعجبني انه انا اخذها يعني. بس هون الشاي رح احرك هي شوي مشان هيك شوي يتقل. ايه فهدول كتير هيك حابة اوضحهم مشان عن جد يا جماعة، انه خلينا هيك شوي انه يعني ما بدي اقول انه بلا تدخل ولا كذا، لا انه بحق لك انت تسالي وبحق لك، بس انا كمان بحق لي اجاوب او لا، لان في يعني قلت لك انا هدف قناتي ما انه انا اعرض وزوجي كذا وجوزي ابدا ابدا، فما راح اجاوب على هالاسئله، لا تزعلوا مني. وراح اكمل موضوع تجربتي بالزواج من تركي. قلت لكم انا كان بيهمني دينه، اول سؤال سالته اياه هي احلى شغله، اول ما تعرفنا على بعض اول سؤال سالني اياه بتصلي؟ اول سؤال سالته اياه صلي، هذا اول سؤال، بالتزم بتصوم كذا، هي اهم شغله. وقت بيكون الدين موجود والالتزام، ما رح اقول انه انا والله معقده وانا كذا، لا انا انسانه عاديه بطلع سبور بطلع كذا، طبعا اكيد متحجبه يعني، بس ما عندي عقد بصراحه يعني، بس في مبادئ بحياتي ما بقدر انه انا اتغاضى عنها، انه هو اخلاقه بدها تكون كويسه، اخلاقه بتكشفها بسهوله باثناء الخطبه. الدين عندي اياها كثير مهمه، رح اخذ الشاي، بس شلون رح اشيله وعم بشيل الموبايل انا ما بعرف يعني. هلا اذا صار ازوه، على فكره امبارحه قلبت الصينيه كلها، يا طبعا ما كنت عم بصور بس هيك انقلبت معي الصينيه، رح اجرب ورح افاجئ جوزي انه انا عم بصور شوف شو عم بيعمل. ايه فهي النقطه انه كانت تجربه بقلكم انه ناجحه لاني انا عملتها ناجحه. بيبي ام تيكينج فيديو سيد بتي كام كام بيرا شو شو وي ديدنت سي وي ار لافينج اولا هومستا اوسو وي ار لافينج يو ذي ار اولويز اسكينج اباوت يو باي ذا واي ذا بيبل اسكينج اباوت يو كوميرشال اباوت ماي تشانل كان يو اوپن ذا لامب بليز ذس لامب شور ثانك يو سو ماتش. The people like you're playing guitar so much. So can you play anything, please, 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 please? No. Yes, please. Oh, I have to make it. Look soon. At my husband, yeah. I have to make it soon, actually. يعني شوفوا شو أنتوا غالين علي. أنا بضل بترجع أسبوع لحتى يعزف. هو هلا قلت له إنه رفقاتي طلبوا إنه تعزف، فهو فورا يعني. I need to share something to my channel because. No, not now. People waiting. ايه فهلا مين ما يجهز
الجيتار في له عيارات وهيك. لما يجهزه رح احكي معكم بموضوع التجربة من زواج من اجنبي. فانت ما تطلعي على جنسيته، ما تطلعي على شيء، طلعي بس على دينه، اخلاقه، التزامه، شو اولوياته. انا كثير كنت اساله هالسؤال بالخطبه، انه انت شو اولوياتك، شو هدفك بهالحياه. فهو عنده هون الحلو انه التراك بقالكم انه هن متعلقين بالعيله، بس طبعا في ناس يعني ما بعمم، انا ما بقول للكل، يعني في شغله انه انا احيانا وقت بحكي بتحسبوا انه الكل هيك، لا مو الكل، ما بعمم انا. ف I wish you can sit here. No, it's just your little part of your lovely face. فرح نكمل موضوعنا. كنا بنقطة، رح أجي لهون شوي هدوء، طلع هيك. أنا هذا الشباك كتير 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 بحبه على الشارع. هيك مثل ما شايفين. أي المهم، نقطة كتير كتير مهمة، إنه وين أي أجنبي أنت رح تتزوجي أكيد في له إيجابيات له سلبيات، حتى ابن بلدك رح يكون فيه إيجابيات فيه سلبيات، ما في حدا كامل أبدا أبدا أبدا. فالنقطة السلبية أنا ممكن أقول لكم إنه واجهتها بزواجي من زوجي اللي نحن كنا نفس العقل هيك، يعني اتنيناتنا فولة ونقسمة نصين بيقولوا طنجرة ولا قد غطاها، فنحن هيك الحمد لله. بس النقطة وين؟ إنه نحن أكيد صار في بيناتنا مثلا مشاكل وسوء تفاهم وكذا وهيك بسبب العادات والتقاليد. العادات والتقاليد كتير 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 بتفرق يا جماعة. يعني هون معني شد إنه تركيا بتشبه سوريا والعرب وهيك كتير، ما بتتخيلوا خاصة مثلا البلد أنا قاعدة فيها عنتاب، إنه هي كتير كتير بتشبه يعني تركيا بحلب خاصة، عاداتها وتقاليدها والأمور كتيرة. فإنه أنا مثلا في شغلات عادي عنا إياها، إنه لا إنه لا شلونك بتعملي ما بصير كذا، انه اوكي بعدين بفهم. يعني اكيد بعد اول سنه زواج رح يكون نحن محضرين حالنا انه رح يصير هيك شيء بيناتنا لما نتعود على بعض ونفهم بعض، فانه كنا يعني حاكين بهالاساسيات، يعني انه شيء عادي يعني رح يصير. ايه وسنه يعني بعدين انه خلص لا تعودنا انه مثلا شو هو الشغلات اللي بحبها، شو انا الشغلات اللي بحبها، شو لازم شو ما لازم، يعني صرنا نفهم بعضنا اكثر. والعادات خلينا صرت امشي على عادات، تكون انه انت تمشي على عادات وتقاليد البلد اللي انت فيها. بموضوع الغربه حكيت بهالموضوع كثير ترتاحي، انت بتريحي راسك، لاني شقد من كان الانسان بالاخير بيكون كثير مرتبط بعادات وتقاليد، صعب انه هو يعني انه يتاقلم مع جو جديد هيك. بس اذا تاقلمتي كثير رح ترتاحي. انا جربتها، رح احكي لكم تجربتي مع بيت حماي. هذا رح اعمل لكم اياه فيديو، لاني هذا يمكن اكثر فيديو رح يكون بحبه بالعالم، فيديو كثير كثير حلو، لاني انا بعشق شيء اسمه حماتي، بعشقه. يعني زوجي بقول له انا بتحملتك بس مشان امك. يعني في حدا هيك بيقول على منه بالعاده بيقولوا انا بتحملتك، بيقولوا بتحملتك لحماتها بتقول متحملتك بس مشان ابنك. لا انا بقول له لزوجي متحمل، طبعا مزح يعني، بس انه انا بعشق عن جد حماتي وهيك الله يحمي لي اياها وامان يقولوا ما شاء الله وهيك. يعني بس انا بدي احكي لكم انه انا شلون عملتها كمان تجربه ناجحه، انه انا عملت حماتي امي يعني من كل قلبي، ما تمثيل، من كل قلبي. هي طيوبه وهي كانت حريصه شوي، يعني هيك محافظه معي، يعني انه مثلا انه انا اجنبيه وانه انا مثلا ما بعرف عاداتهم وتقاليدهم، فانا كثير فرجيتها اريحيه هي. انه كمان كانت وتكون ذكيه تستعمل، قلت لكم نحن نسوان كيدنا عظيم وتستعمل كيدنا بذكاء، فانت بتكسبي بالاخير.
ايه فهذا الفيديو رح اعمل لكم اياه خصوصي بناس اثروا بحياتي، من ضمنهم كانت حماتي العسل بعشقها الله يخلي لي اياها ولا يحرمني منها، فانه رح احكي لكم اياه عن قريب. وهيك ما رح اطول عليكم كتير لاني ما محضره للفيديو، بس هيك حبيت افتح واحكي وهيك يكون من القلب اني اشتقت لكم واعتذر عن فيديو الصبح مره ثانيه انه كان سريع وهيك، عن جد كنت كتير تعبانه. وبليز لا تزعلوا مني غطيت عليكم يومين لاني هلا في امتحانات بالمدرسه قربت هانت يعني، فانه هدول الفيديوهات تبعات رمضان وكذا واللبس وهذا والله كله محضرت له، رح هيك فجاه تلاقوهم تك 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 ورا بعض عم بنزلوا على اليوتيوب. بس انا بقول لكم انه هلا شهر نيسان كان كتير اغيب عنكم، انا اسفه لانه هذا شهر رح يكون امتحانات وانا عندي شهادات بدرس شهادات، فرح انزل معهم على المراكز وبجوز اسافر معهم وهيك، فانه ما رح اكون ابدا ابدا فاضيه، فبليز اعذروني يعني. هذا الفيديو كمان هلا عملته مشان اشرح لكم عن هالوضع، يعني اكيد كثير رح اشتاق لكم وما رح اغيب عليكم غيبه طويله، بس هيك ادعوا لي وبحبكم كثير 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 كثير، وكونوا بخير، كونوا مبسوطين، كونوا ايجابيين، كونوا متفائلين، الحياه حلوه عيشيها صح، ولا تخلي شيء يزعجك، طنشي الشيء اللي بيزعجك. بحبكم كثير 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 من كل قلبي، بشوفكم على خير، باي باي.